يلا روح على شغلك. حنان، شو هالصدفة الحلوة هي عدي؟ لما تكون أنت بالموضوع مستحيل صدق أنه هي مجرد صدفة. لقيت هذا بقلب تيابي. اللي كمان بالصدفة وأنت مالك علاقة بهيك شي؟ شو عم يعمل هاد بتيابي؟ شو هدفك؟ اللي ليش كنت عم تتنصت علي؟ ما بقدر أعيش من دون ما أسمع صوتك، فهميني. عادي خلينا نحكي. ما عندي ولا شي لأحكي معك. معك حق تعصبي، بس هاد ولا شي من اللي عملتي معي. لو نشحت خطتك أنا كنت ضليت محبوس كل عمري. معلش تعدي. شو بتشربي؟ لو سمحت جيب لي فنجانين قهوة. يلا يا فاضل، يلا يا ابني. انت قد الصبح كنا عم نفطر وهلا على وقت الغداء. كأنه عم تتطور علاقتنا كتير. حاج بقى وقف عندك لأنك تماديت زيادة عن اللزوم. انت ليش عم تلاحقني؟ ليش عم تتعرض لي؟ شو مشكلتك؟ العمى. الموضوع أكبر مننا نحن الاثنين. الشغلة بتخص أبوك جلال وقدرت. قصدك لما إجوا تغير الوضع مو؟ ما شاء الله أنت وأبوك جلال ما بتحبوا اللعب بالنار إلا شوي، بس لما يدخل قدرة باللعبة فهي اللعبة بتخرب. بس يا حنان، انتوا اللي خططتوا لكل العملية، وقت يخرب شغلكم بتزعلوا وبتتضايقوا. انا ما بدي العب ولا بدي اربح ولا شيء. انتوا اللي بدكم تتحركوا على كيفكم وبدكم منا نتفرج عليكم؟ بحياتها ما بتصير. حطيها براسك هاي. اوعك تطلع بوشي مرة تانية بعد هلا، ولا ما رح تلاقي غير قدرة بوشك. فهمت علي؟ وهي خليها براسك. شو عملتوا له؟ أنا شفتك بعيني عم تحطها بالشنطة. هذا كان ألم حمرة. وأنا استفزيت المرأة وخليتها تقوم، فكرتك خلصت شغلك؟ أعطيني إياها لإلك. حنان، وقفي شوي. يي، خلصنا. شو لسه بدك مني؟ أنا لسه ما خلصت كلامي معك. خبري لهاد قدرات يعرف مع مين علقان، ورجاله ما بيفيدو. بظن شفتي بعينك شو صار فيه. وانا اخر شي رح قلك يا، انتبه على حالك كرم، تمام؟ تفضل. شو عملت أخي؟ حليتها؟ لكان بدي استنى أنت لتحلها؟ حلو كتير، بس نحن شو استفدنا يا أخي؟ نجحنا بشغل كتير مهم فاضل، أنت بكفي تعرف هالشغلة. بس أنا حاسس حالي عم أتطور، يعني ملاحظ أنه كل ما صعبت المهمة عم تحسن أكتر. بالضبط فاضل، برافو عليك. ليك أخي، عندي سؤال. أنت عم ترميني كل مرة من مغامرة لمغامرة وعم تكلفني دائما بمهمات صعبة، بس تمنيت شي مرة تفرجيني نهاية الفيلم، يعني دائما في غموض وأسرار. طيب ممكن تورجيني هالمرة نهاية الفيلم؟
قريبا في صالة سينما. عن جد أخي؟ إيه بس ليك اوعى تنساها هالشي، بس رح يضل بيني وبينك، فهمت علي؟ وما حدا حيعرف فيه. شايف كيف حافظها؟ إيه أنت شطور، لكن أنا رح بعد أخي. تمام فاضل، يسلموا إيديك. يلا بشوفك. حضرة المدير، احكي كرم. الفيديو الثاني صار معي، يعني الخطر خلص راح. أهلين ملاك. أهلين بلال. أختي ملاك، شايفة غيرتي سيارة، حلوة كتير. إيه، حياة جديدة، قررت أني بلشها مع سيارة جديدة كمان. أمي، أمي، وينك يا أمي؟ أمي، يا أمي، 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 يا أمي، فرجي على الفيديو. شوفي، شوفي أمي بسرعة. استنى أهدى شوي، فرجيني. شو اللي عم شوفه؟ أنت كيف لقيته؟ كنت عم اتصفح وطلع بوشي فجأة. لإمتى رح يضل الوضع خطير؟ إمتى بقدر ارجع على بيتي؟ ما رح نطول يا بنتي. جلال، جلال، شو في يا ريم؟ جلال، شو في يا ريم؟ شبك، اهدي شوي. انتهينا. كيف انتقل الفيديو لهون؟ كيف هيك؟ بابا، اجوا من فرع التنظيم وهن برا. بابا شوفي شو هذا كله؟ بابا شو هاد؟ ابني، هذا مانو حقيقي، في حدا عم يلعب علي. داود، اللي شو عملت بالفيديو اللي عطيتك اياه؟ عملت مثل ما قلت لي بابا، حرقته. قدرات، قدرات، شو عملت انت يا حقير؟ بعدك جينا لهون لنعتقل بياع الكباب تبعكم. مساء الخير للجميع. رح تجي معنا جلال دومان. بس انت فهمان القصة غلط يا حضرة المدير. منحكي بهالشي بعدين جلال. يلا تركني، انا بمشي لحالي. يلا بابا، بابا لا تروح. لا تخاف حبيبي، لا تخاف.
في شوية سوء تفاهم. تعال معي حبيبي، ما رح يصير شي. وقفوا، أنا بكون محاميته ورح ضل معه. تمام، تعالي معنا أنسة ملك. قلب شو لي يا جلال؟ اللي شو لازم نعمل؟ انت اهدي شوي حبيبتي، ما في شيء، اكيد القصة فيها سوء تفاهم، المشكلة رح تنحل. أي سوء تفاهم؟ في مشاهد وجريمة؟ حبيبتي أنت استني الخبر مني أنا، لا تزعلي ماشي. أنت هلا حبيبتي لازم تكوني كتير قوية مش أكون قوي وقدر أطلع من هالقصة. تعالي معي مدام. تمام تمام، يلا خلصتوا وامشوا. ايه ملك؟ اجت الشرطة واخدت بابا جلال معه بخصوص الجريمة اللي صايرة. الفيديو من شوي صار موجود على الانترنت. كيف يعني المشاهد نزلت على النت؟ كيف هيك؟ وهي اجت الشرطة. اجوا ياخدوا ابن دورتي. انا اللي اجيت اخدك. كرم يا الماز، انت هلأ رهن الاعتقال بتهمة القتل. كرم، عيط وقول انك ما عملته وما قتلته، بتفيدك هالحركة. تفضل. من الأسماء المعروفة جداً في عالم المافيا جلال دومان، متهم بجريمة قتل وتم اعتقاله مساء اليوم بسبب مشاهد نشرت على مواقع الإنترنت. جلال دومان وقاتله المأجور كرم يلماز رهن الاعتقال. والآن نعود إلى موقع الحدث. نحن قلنا على أبي هذا الشيء؟ لا. مساء الخير أيها المشاهدين الكرام. ليش نحن إمتى خلفنا بوعودنا يا حنان؟ ساعات المساء يحافظ على صمته ضد الادعاءات الموجهة بحقه. لقد نجحوا بالإمساك المأجور كرم يلماز خلال وقت قصير. عدم إظهار جلال دومان وكرم يلماز أي مقاومة عند إلقاء القبض عليهم كان تفصيلاً آخر لفت الانتباه. مشاهد الجريمة الحقيقية اللي بين إيدينا صار إلها قيمة لحتى ياخذها جلال. راح يضحي بكل شيء بيملكه. شو بتقصد بهالحكي؟ يلي رح يفضح كل الشغلات اللي مخباية عنده هاد. جلال دومان الذي أخذ من بيته في ساعات المساء يحافظ على صمته ضد الادعاءات الموجهة بحقه. الله. لقد نجحوا بالإمساك من جلال دومان وقاتله المأجور كرم يلماز خلال وقت قصير.
جلال دومان وكرم يلوان. مو معقول عن جد جلال. لقد نجحوا بالإمساك بجلال دومان وقاتله المأجور كرم. وأخيراً انكمشت. إن شاء الله بحياتك ما بتطلع برات السجن يا جلال بياع الكباب. كمل. مو معقول هالقصة، شو غريبة. نعم يا منار، هذا كل ما أتانا من فرع التنظيم حالياً، الكلام لك. ولنضف هذا كتطور ساخن، القاتل المأجور كرم يلماز سيحاكم بسبب جريمة جلال دومان بسبب التحريض، حيث سارعت ابني كرم طلع قاتل. شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ فهموني. لك أنا قلت له كتير ونبهته أكتر من 100 مرة. خالتي ما رد علي. طولي بالك، اهدي وروقي شوي. طولي بالك بس لنفهم شو القصة على القليل. خذوني لعنده، بترجاكم خذوني. اهدي خالتي فتوني. شوفوا لعب. اهدي كل شي رح ينحل، صدقيني. أنا لازم أكون مع كرم. خذوني لعنده. طولي بالك. شوف ابني، خذوني لعنده. إذا ما عندك شي بدك تضيفه على إفادتك وقع لي هون. وأخيرا صار الشي اللي بدك إياه يا حضرة المدير. خلاص مسلسل القط والفار. هلأ رح تتحاكم وأنت معتقل جلال دومان. نحن رح ناخذك من هون على السجن، انت وقاتلك المأجور. لكن رح نرجع على السجن مرة تانية بعد كل هالسنين. يلا يلا لا تلهينا ووقع لي على المحضر. استنى يا ابني. حضرة المفتش، ممكن تكون هي شغلة عادية بالنسبة لك، بس بالنسبة لي ولمديرك هاي اللحظة بتتدرخ. كان المشوار بيناتنا كتير طويل لحد هاي اللحظة اللي وصلنا لها. مظبوط. امشي. بنمشي. بابا حبيبة قلبي، يلا امشي. سمحتوا اسمحوا لي، انا لازم اشوف ابني. اتركوني اشوفه، بترجاكم خلوني اشوفه. بترجاكم اعملكم لازم اشوفه. بترجاكم بدي اشوف كرم. يا شباب كرم. يا شباب اتركوها، خلوها. كرم جلال، كرم جلال. شو عملت لك؟ شو عملت؟ قلت لك كتير بس ما سمعت مني. انت شو عملت بحالك يا كرم؟ خلص امي لا تبكي. شو
يعمل بدون مصطفى؟ مصطفى شو رح يعمل؟ حبيبتي، على كل حال كان رح يصير هذا الشيء ولا صار. ما بدي هالعيون الحلوين تزعل أبدا. ماشي. أنت دمرت حياته لابني. شو عم تحكي؟ كأنك مو شايفة حالتنا. أمي يلا خلصوني، يلا اطلعوا. الله يفك أسرك يا بابا جلال. الله يفك أسرك يا بابا جلال. الله يفك أسرك يا معك يا بابا جلال. الله يفك أسرك يا بابا جلال. جلال ترفع بالسلامة. شغلة جدية. نحن كيف صار معنا هيك؟ ما قدرت أعرف. مين حمل المشاهد عنيت؟ مو على أساس أخذناها منهم؟ في شخص واحد شاكك فيه. مين؟ أنت بتعرفه كمان. قدرت. شكله لعب علينا. غلط نوثق بهيك زلمة. بعرفه من زمان، كان يوفي بوعده، بس بالظاهر الحقد عم عيونه. انت بتعرف مو هيك؟ مبين انه مالنا طلعة بالمرة. بابا جلال يا شباب، ايدك بابا. اهلين بابا جلال. اهلين، أهلين بابا. يا بابا هاتي تسلم. تسلم ان شاء الله بتطلع بالسلامه يا بابا. تطلع بالسلامه بابا. تسلم على سلامتك بابا. الله يفك اسرك بابا جلال. تسلم. امين. تسلم ان شاء الله تطلع بالسلامه. اهلين بابا. ان شاء الله بالسلامه. شكرا لابني. ما في شيء بدون سلام ان شاء الله. كله بيجي وبيروح. صحيح كله بيروح، بس بابا جلال اللي صار معنا ما انه قليل. أكيد كلكم تعرفوا هالشي. بابا هذا التخت إلك إذا بتحب. شباب الكل لمحله. تسلم يا ابني، الله يخليك. شرب شي بابا جلال. تسلم. تطلعوا بالسلامة يا رب. إن شاء الله تطلع بالسلامة. بالسلامة إن شاء الله. تسلم. تطلعوا بالسلامة يا رب. Thank you.
تشرب شي بابا جلال؟ شكرا. كرم، متأكد إنه بدك تعمل هالشي يا ابني؟ متأكد حضرة المدير، رح أعمل هالشي ومصر. بس هالشي خطير كتير يا كرم. باللحظة اللي رح ينزل فيها الفيديو على الإنترنت مزبوط رح ينحبس جلال، بس كمان أنت رح تنحبس يا ابني. الموضوع ما رح يصير هيك يا سيدي، فيديو الجريمة الحقيقية موجود بإيدي. بعد ما أخذ من جلال اللي بدي إياه تطلق سراحي وكأنك أنت لقيت الفيديو بعد ما تحريت. أنت مستوعب كرام؟ ساعتها رح يطلع جلال كمان. مستحيل يطلع من الحبس، وبكرة بتشوف كيف رح يأكله الدودو هو جوا. كيف رح يصير هالشي؟ بدي أسأله عن سومر، لازم يخبرني عنه. أنت مقدر اللي عم تقوله هلأ؟ وعامل حساب. طيب هو ليش لا يعطيك أخوك؟ رح أقله فيديو الجريمة الحقيقية موجود معي، دلني على سومر لحتى طلعك من هون. وقتها أكيد رح يدلني. يعني هلأ بفهم من حكيك إنه جلال رح يضل مسجون لأنه اعترف إنه خطف طفل؟ لا، القصة أكبر من هيك. لكن شو قصدك؟ أول شيء خطف طفل، وبعدين بيعترف إنه هو المحرض الأساسي على الجرائم اللي كان أبي يعملها بس يطلب إنه ينفذها. أوه، اللي فهمني كيف يعني؟ ليش عديم الشرف خطف أخي سومر؟ خبرني. أكيد لحتى يسكت أبوك؟ هاي هي، مشان ينفض من الجرائم اللي خلى أبي يعملها. بلحظة اعترافه بخطف سومر رح يكون تحمل الجرائم كلها، وأنا رح خليه يعترف. هالحكي كتير حلو. طبعاً حلو سيدي. ها، أكتر من هيك شو ممكن يخسر؟ هو رح يحكي بكل شيء مثل البلبول، مثل البلبول، لأنه هو مفكر بالمقابل بيطلع من السجن. هيك بالضبط. إن شاء الله بتزبط معنا. رح تزبط حضرة المدير، وبنفس الوقت أنت رح تسمع كل شيء رح يعترف فيه. رح تتنصت علينا. لكان رح نحط جهاز تسجيل معك وانت بالحبس. أيوة هي. نزل الفيديو على النت سيدي، يلا نزله. جايك جلال. نحن لازم نحكي. اللي شو بدك هلأ يا كرام؟ شو قصتك؟ شو بك؟ لا تستعجل هلأ كرام، رح يشرح لك القصة يا بياع الكباب. عود خلينا نحكي، لا تضلك واقف فوق راسي. احكي عم اسمعك، قول شو في عندك. موسيقى
احكي. انا فكرت يا جلال وشفت انه ما بينحكى بالمصاري بيناتنا لانه كرامتنا فوق كل شيء. خلي مصاريك بجيبتك يمكن يحتاجوها اولادك. فهمني شو بيعني هالحكي. واضح حكي يا بيع الكباب. كل شي بش عيشتني يا وقتها رح خليك تعيشه نفسه. العذاب، السجن. رح خليك تفهم شو يعني تفوت على القبر وانت عايش. رح تفهم هالشي. رح تشوف الفيديو تبعك على الانترنت بعد شوي. ها؟ قدرات كرم. الزلمة اللي وراء القصة اللي نحن فيها نعرف مو حنان اللي قتل التحسين، مديرها قدرات. ايه منيح كتير بابا، يعني المدير اخيرا بيّن على الساحة. ايه يا ابني بيّن مديرها. منيح لك. أنا اسمعني شوي. عم اسمعك. شو رأيك نعمل حفلة ترحيب كرمال خاطر مدير حنان؟ كرم، معقول يا ابني؟ المنيحة ما بدها سؤال، عمل بدك إياه فورا. لك أنا استنى خبر مني. يلا عم استنى ابني. ايه حنان، ايه احكي يا ابني. كرم موجود هون ببيت الحنان. ايه بعرف هالشي. خبرني انه بده يعمل مفاجأة لقدرات. لا تقرب عليه يا مجد، خليه يتصرف على راحته. بأمرك بابا تكرم. ابني بدي اطلب منك شغلة ضرورية ولازم تعملها بأسرع وقت ممكن. شغلة مهمة كتير وبدي اياك تستخدم كل شطارتك فيها. شو هي؟ اسمعني كتير منيح يا مجد، بدي منك توصل للفيديو الأصلي اللي معه. هذا الفيديو بيشكل خطر كبير علي. لا ايه وخده. يلا لاحق هدول المجرمين. بدك يعني لاحق المجرمين قلت لي؟ ماشي. وانت كمان رح تساعدني. هلأ أنا وقت أوصل لعند خلدون رح ورجي مجموعة من الصور. انت وصل له خبر لحتى يتعرف على الصور، لأنه ممكن يكون الفيديو بإيدين المجرمين. طبعا ممكن، بس بيكون قدرة طلب منهم إنهم يحذفوه. بابا حتى لو حذفوه نحن منقدر نرجعه. انت لا تأكل هم. تمام يا مجد، خلدون بيحل هالقصة. عم يطلع منكن يا عائلتي الماز. يلا خلصوا أبوكن. وين صارت الغرفة؟ لازم تكون هون. برأيي تطلع لبرا. بدي ساعدكن حضرة المفتش. أي سؤال بدكن إياه منجاوبكن عليه. متحمس؟ كتير متحمس. برأيي إذا هيك خلي. خلي؟ خلدون، شوف مين من هدول عمل فيك هيك؟ شفت وافق له موسى؟ منيح. يلا يلا اطلع. وقف، هاد واحد منهم. وهاد بيكون الثاني. هدول هن اللي قوصوا علي. انت متأكد؟ مو بكرة اللي تحت تأثير المخدر كنت؟ بعرفهم كل الحالات، حافظهم. انت متأكد انه هدول هنن؟
متأكد هنن. يا مفتش موسى. أوامرك يا معلم. أستغفر الله. خلينا نشوف سجلهم السابق لهدول الاثنين، أرقام موبايلاتهم، حساباتهم، عناوينهم كمان. تمام ماشي. أنا رح أوصل على العنوان اللي عطيتني إياه. الزلمة اللي لقينا رقم موبايله، أنت قدرت تحدد مكانه بالضبط ولا لسه يا موسى؟ حددناه بفندق بونتريون بكوزياتاك. ممكن يكون واحد منهم هنيك، بس ما قدرت إني أوصل للتاني. آه ممتاز، أساساً أنا بكفيني واحد، بس إن شاء الله يكون موجود بالفندق. طيب مو مشكلة بحاكيك. شو اللي جاب حضرتك لهون؟